نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا ومن أجل سلامة الجميع والتزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة، أعلنت وزارة الصحة بأنه تقرر وقف العمل بإمكانية التوجه مباشرة للمراكز الصحية التابعة للسكن لتلقي جرعة التطعيم دون موعد مسبق. أشارت الوزارة بأنه تقرر الاستمرار في التسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقا لمن يرغب بأخذ التطعيم، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني. كما تمت إضافة خيارات جديدة أثناء عملية التسجيل تتمثل في إمكانية اختيار المركز الصحي لأخذ التطعيم فيه، إلى جانب إتاحة الفرصة لاختيار نوعية اللقاح. وجددت الوزارة دعوة كافة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم كونه حماية للفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي، مؤكدة بأن الحكومة أمنت التطعيمات للمواطنين والمقيمين بعد اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتأكد من تقارير تجاربها، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. Thank you.